هاي صبايا، انا ساره. اليوم عزيزاتي بهذا الفيديو، وهلا خلصته حرفيا، حاسه حالي كلي صرت مي. عدا عن اني صرت مي، اول ما بلشت التمرين الصراحه كنت شوي تعبانه وحاسه مزاجي مو ظابط، لكن صدقوني بعد ما بلشت اول 5 دقائق حاسه حالي هلا كثير متنشطه وحابه اروح اركض لي 1 كيلومتر كمان. لكن هذا التمرين عدا عن انه رح يرفع الخطوات، حاولت ركز فيه على شد بعض المعالم الانسوية مثل الفخذ الداخلي والذراعين. سو اذا كنتوا جاهزين كتبوا لي هيك قلب ازرق، حطوا لي قلب ازرق بالتعليقات وخلينا نبلش فورا. كيفك اليوم؟ ان شاء الله تكوني هيك مرتاحة نفسيا، مبسوطة، واذا لا رح خليكي تكوني مبسوطة إن شاء الله بعد نهاية هذا التمرين. نمشي نمشي بالطريق اللي بنحبه، نتخيل حالنا بالمكان اللي بنفسنا نكون فيه، ونمشي نرخي عضلاتنا، نرخي كتافنا. أوكي، ندور ندور. نرجع الكتف فعلا لورا بالكوع. نفتح ومنسكر بستيب تاتش، بس هيك. منكبر، في ضغط اذا بدك تضافي حرق الدهون. تاب فوق فوق. نمشي، تذكري دائما بأي لحظة بتحسي فيها انك تعبتي ما تملي، ضلي بمكانك بس هيك عم تتحركي وكملي لما تكوني جاهزة. ستيب تاتش، تاب تاب تاب. فعلا مدي اليدين بدي اياهم. نمشي، نفتح ونذكر لآخر مرة بالذراعين. فيكي تعملي كروس. يس، ريحي نفس عميق من انفك وتعطي من تمك، كمان نفس عميق من انفنا ونعطي من تمنا. ثبتي الركبة، برافو عليكي. الطرف الثاني،
بدلة. 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 مع بعض. إذا فيكي خليكي معي. جاكس. إيدين منبدل. الطرف الثاني. بدل. الطرف الثاني. رح نعمل مرة يمين مرة يسار معي. جو. الإيدين أو هوب. جاهزة جاكس؟ جو. نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا. ريتش كم. نطلع ومنرفع ننزل. نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا. بالكعب. تاب مشط. مرة ثانية بالكعب معي من مد. تاب بالمشط. مشط. One, two, three, four. One, two, three, four. فينا نعمل؟ Yes. كعب. مشط. نمشي. 1 2 3 تاب.
فيكي تعملي شتشتشا ترجعي. مكاننا كعب مع الإيدين، نمشي كعب نمشي أو ناخذ نفس، كمان نفس، شلونك؟ إن شاء الله تكون كل شيء تمام، خليكي معي، خليكي معي شوي كمان، يس، برافو عليكي، خليكي معي للأخير، أوكي؟ نفس كعب الإيدين لما تحركين حاولي تشديهم شوي صغير، مشت مشت ناخذ نفس عميق من أنفنا ومنعطي من دمنا، كمان نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا. تخيلي حالك ماسكه هدول العصي اللي بيدوروا فيهم الشرطان وحاولي تعملي دوائر بالاشرطه، بس هيك. اذا صعب عليكي تقفزي That's it. دائرة 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 رح نمشي زجزاج، نرجع نرجع زجزاج مرة ثانية، مرة ثانية، فوق جاهزة للدوائر، دائرة 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 تك تك جاهزة؟ نرمي الطابة تحت وراكي وراكي، جاهزة؟ زجزاج بس هيك، زجزاج you
نفس عميق من انفنا ومناطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا ومناطي من تمنا. مع الذراعين مرة ثانية. بس نرفع الركبة للصدر. برافو، مع الذراع. نهروي. برافو عليكي، شغلي لي خواصر. الركبة تطلع لفوق مرة ثانية. تحمليني شوي صغيرة. أسرع ما فيكي، تحدي نفسك تخلصي من هالدهون. فوق، في شي ما تسحبيه من فوق. مرة ثانية. برافو عليكي، رن. شدي المؤخرة، شدي البطن. نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا. بس هيك، الطرف الثاني. مرة ثانية. أب ميلي، تفشي المؤخرة لورا. فوق ورا ورا، في شي عم تدفعه بإيدينا. معي، نظرك للأمام. دبل، وان تو، دبل
نفس نفس. معي ready 1 2 3 4 up. لا هيك double double go 1 2 3 4 up. إذا فيكي تحت أكثر up. نفس عميق من انفنا وبنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا وبنعطي من تمنا. هيك up أعلى ورا double last one جانب go kick hop ورا shake كمان شوي please bravo fuera شيك نفس عميق من انفنا وبنعطي من تمنا الطرف الثاني قربنا نخلص الطرف الثاني go
كوب. بس هيك نرجع نطلع يس برافو عليكي بس هيك أب أب نفس آخر تمرين بحب حالي إني عن جد بما إنه الدم كان كله تحت طبعاً سرعنا عملية الدورة الدموية هلا هيك نضخ الدم بشكل أحلى بس بدي نزله هيك طالع الدم لعند راسي أوكي فبحب إن هي بهاي الحركة خليكي معي إذا بتسمح لك وضعك الصحي إيديكي على الأرض هيك أوكي داون بس هيك عملي جيبي راسك بين إيديكي لقدام بس هيك لا تبعدي رجليك كتير لورا قربيهم عليكي أيوة قربيهم أمام على فكرة نحن خلصنا بس هيك إذا معك ضغط طبعا لا تعملي هدول الحركات خليكي فوق عم تمشي إذا لا حسيتي حالك وضعك مناسب مو مشكلة وأنا تحت هلا ثبتت ثبتت رايت ليفت نعمل شوي إطالة ونريح نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا كمان نفس عميق من انفنا اذا مطرت عليكي بقلب البيت بليز اعملي لايك مشان تشجع خليها تمطر دائما وبالاخص بهالشوبات عزيزاتي هذا كان كل شيء لليوم اذا عجبك الفيديو اللايك والاشتراك بالقناه اذا كنتي مشاهده جديده بحبكم كثير اشوفكم بعدين Bye.